حسام عبد الله سعيد ممتاز الكره لجونيور جاي التسويب والكره جول 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 نار 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 زلزال في مدرجات برج العرب. هذه هي الكره جونيور جاي في التسويب والمتابعه من مؤمن زكريا اللي يكسب المعركه ويضع الكره في شباك زهير العروبي. الاهلي المتحدي نار 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 يا حبيبي نار. النادي الاهلي في هذا المشوار بدايه كهربائيه للكره الاهلاويه باللمسه النيجيريه لجونيور جاي واليساريه لمؤمن زكريا. والاهلي الان في صداره المجموعه الرابعه عن جداره.